بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويشمر في العشر الأواخر من رمضان في هذا الشهر، وهذه أيام وليالي ربما لا يأتي مثلها، ربما لا يأتي مثلها. الليالي العشر الأول، العشر الأواخر من شهر رمضان، ليست ثمة ليال مثلها، ليست ثمة ليال مثلها على مدار العام. والعشر الأول من ذي الحجة ليس ثمة أيام مثلها على مدار العام. يبقى اليوم عندنا من الفجر إلى الإيه؟ إلى غروب الشمس. فالأيام العشر الأول من ذي الحجة ليست هناك أيام أفضل منها، ليست هناك أيام أفضل منها. والليالي العشر الأواخر من رمضان ليست هناك ليالي أفضل منها. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وشد المئزر وأحيى الليل وأيقظ أهلها. شد المئزر كناية عن الامتناع عن الجماع لتفرغه للعبادة، فشد مئزره عليه، شد مئزره عليه أنه سيتفرغ للعبادة. وربما يكون كناية عن التشمير، يقول فلان شمر يعني هيجد ويجتهد، هيجد ويجتهد، شمر للشيء يعني لكي يجتهد فيه، أو يكون كناية عن امتناع عن الجماع. وأحيى الليل، يحيي الليل كله أو يحيي الليل إلا قليلا، أو يحيي الليل إلا قليلا، لأن العرب تطلق على معظم الشيء كله، تطلق على معظم الشيء تقول كله. وأيقظ أهله يعني حتى نساء يوقظهن في العشر الأواخر. بعض الناس يلتبس عليه هذا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوقظ أهله لصلاة الليل إلا في العشر الأواخر. نقول نعم، كان يوقظ أهله في كل ليلة على مدار العام، لكن في العشر الأواخر كان هناك إيقاظ مختلف. فعلى مدار العام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ما شاء الله، فإذا أراد أن يوتر أيقظ أهله، إذا أراد أن يوتر أيقظ أهله. أما في رمضان في العشر الأواخر كان يوقظ أهله من أول الليل، يوقظ أهله من أول الليل حتى يصلوا في العشر الأواخر من أول الليل. لكن كانت شفقته على نسائه عليه الصلاة والسلام في بقية الأيام، كان إذا أراد أن يوتر أيقظ أهله ليصلوا من الليل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد يلتمس ليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمس فيها ليلة القدر فلم يجدها، فاعتكف العشر الأوسط من رمضان، فأخبر أنها في العشر الأواخر، فأخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان وواظب على ذلك، وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ليس هناك حديث صحيح في فضل الاعتكاف، يعني في الثواب المترتب على الاعتكاف، وقد يكون إخفاء ثوابه يكون فيه تحريض للناس على فعل ذلك رجاء الثواب المخفي، لا يعرفون كم يعطي الله سبحانه وتعالى على الاعتكاف. وإلا فيكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ولم يتركه ولا مرة، صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف ولا مرة، إلا في سنة اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضرب خباءه في المسجد، فأتى نساؤه فضربنا أخبيتهن حول خباء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهن فقال: آل بر تردن، يعني جئتن إذا تعتكفن تردن البر ولا تردن الزوج؟ فنقض خباءه صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف، وقضى هذه الليالي، الأيام والليالي في العشر الأول من شوال، قضى اعتكافه في العشر الأول من شوال.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا داوم عليه كان لا يتركه أبدا. فلما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر قضاهن في العشر الأول من شوال عليه الصلاة والسلام. إذن يكفي الاعتكاف شرفا وفضلا وعظم درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه مرة، بل اعتكف مذ فرض الله صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتكف في المسجد في رمضان. اعتكف العشر الأول واعتكف العشر الأوسط واعتكف العشر الأواخر، ثم داوم على العشر الأواخر، واعتكف في السنة التي قبض فيها 20 يوما صلى الله عليه وسلم. اعتكف في السنة التي قبض فيها 20 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في شعبان في رمضان في السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 في شهر ربيع، في شهر ربيع في السنة 11 لم يدرك فيها رمضان، يعني آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم وقامه واعتكفه كان في السنة 10 من الهجرة النبوية، وهي السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، يعني بعد حجة الوداع، بثلاثة أشهر أو شهرين وأيام عليه الصلاة والسلام. فهذا الاعتكاف يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي واظب عليها، حتى أن بعض العلماء يقول ونحن نعجب للمسلمين كيف يتركون سنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني طيلة حياته التي فرض فيها الصيام ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة عباد الله لا بد للعبد أن يأتيها ولو مر في حياته، ما يصلح لإنسان أن يترك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلها. يقول العلماء ولو جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أكثر من صفة فينبغي أن يفعل هذه تارة وهذه تارة. يعني لو أن السنة وردت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو من كبيه، وأحيانا يرفع يديه حذو أذنيه، يبقى أحيانا الإنسان إذا كبر يرفع يديه حذو من كبيه، وأحيانا إذا كبر يرفع يديه حذو أذنيه. لابد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقبض بيمينه على يساره على صدره في الصلاة، وأحيانا يبسط يمينه على يساره على صدره في الصلاة، يبقى الإنسان ينبغي أن يفعل هذه أحيانا وهذه أحيانا، حتى يكون الإنسان فاعلا لكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما ينبغي له أن يترك الاعتكاف طيلة حياته، عليه إن لم يواظب على الاعتكاف أن يعتكف ولو مرة في العمر، ولو مرة في العمر، حتى يكون قد فعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الاعتكاف من العكوف، الاعتكاف من العكوف، وهو اللبث على الشيء أو في الشيء. فاللبث هنا المقصود به اللبث في المسجد، اللبث في المسجد بنية طاعة الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يمكث في المسجد بنية طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الاعتكاف. والمساجد بنيت لأمور لا ينبغي أن تخرج عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد قام إليها، قال الأعرابي بعد أن فقه: قام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، لا يصلح فيها البيع والشراء، لا يصلح فيها البيع والشراء، لا يصلح فيها عقود الإجارة، لا يصلح فيها أن يصيح الإنسان على شيء مفقود في المسجد، لا يصلح فيها. هذه المساجد ليست أسواق، المساجد ليست أسواق، لا يصلح فيها البول ولا القذر ولا مكث الحائط ولا الجنب ولا شيء من هذا، لا يصلح فيها رفع الأصوات، لا يصلح فيها أن نتحدث بحديث الدنيا ونظل نتكلم في الدنيا ونحن
في اعتكاف. الاعتكاف المقصود من اعتكافنا أننا نعكف في المسجد على ذكر الله، سواء كان ذلك صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر لله سبحانه وتعالى. لا نضيع أوقاتنا في غير ذكر الله، لا نضيع هذه الأوقات في غير ذكر الله، فهي أوقات فاضلة. الشهر فاضل، والمكان الذي أنت فيه مكان فاضل. أحب بلاد الله إلى الله المساجد، أحب بقعة في الأرض إلى الله عز وجل المسجد، هذا أحب بقعة، وهذا بيت الله، هذا بيت الله سبحانه وتعالى، وأنت زائر لله في بيته. فينبغي أن تتأدب إذا دخلت في زيارة ملك من ملوك الدنيا، تكون في غاية الأدب، فكيف إذا كنت في زيارة ملك الملوك سبحانه وتعالى في بيته؟ ينبغي أن تكون أيضا في غاية الأدب، ما ينبغي أن ترفع الصوت، أن ترفع الصوت لا يجوز من باب أولى السب ولا الشتم ولا التنازع ولا التخاصم ولا البيع ولا الشراء ولا النداء إنشاد الضالة، يعني الإنسان ينادي على شيء مفقود منه في المسجد وغير ذلك، ولا ينبغي من باب أولى الغيبة والنميمة والكذب وتضيع الأوقات في قراءة الجرائد والمجلات والأشياء. إنسان كأنه وقت يريد أن يضيعه. نحن نتعامل مع الوقت هكذا، يعني إحنا بنيجي في وقت الصيام وقت النهار وقت طويل، فإحنا بنتعامل معه عايزين نضيع الوقت ده لغاية ما يأتي وقت الإفطار نضيعه. يقول تعالى بنا نقتل الوقت. أنت عندما تقتل الوقت تقتل نفسك، ما أنت إلا أيام. الإنسان كما يقول بعض السلف، ما أنت إلا أيام، فإذا مضى يوم مضى بعضك. أنت عبارة عن مجموعة من الأيام، كل ما يمر يوم تنقص لغاية ما يبقى آخر يوم في حياتك تتلاشى، بعد ذلك تكون لست موجودا على ظهر هذه البسيطة. دخل حفيد لشيخ من شيوخ الأزهر، الشيخ محمد حسين المخلوف رحمه الله، كان عنده ساعة كبيرة منبه على مكتبه تقول تك تك تك، فقال ما هذه يا جدي؟ قال هذه سوسة تنخر أيام حياتي. العقرب اللي ماشي ده يتك تك، ده اللي بينخر أيام حياتي، كل ما يمشي كل ما انت تقل تقل. فالإنسان عندما يقتل الوقت هو في الحقيقة يقتل نفسه، يقتل نفسه، عندما يضيع الوقت يضيع نفسه أيضا، يضيع نفسه، لأن الإنسان مجموعة من الأيام. كان أبو ذر رضي الله عنه يمر في الطريق فلقي رجل فقال يا هذا كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، توشك أن تبلغ، قربت توصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وتدري ما قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أي أنك ملك لله وأنك إليه راجع. فقال الرجل وما الحيلة؟ أعمل إيه يعني؟ قال يسيرة، تصلح فيما بقي من عمرك يصلح الله ما مضى لك من عمرك. فهل نستطيع أن نستدرك؟ يعني أبو ذر رضي الله عنه يقول نستطيع أن نستدرك، إذا وقفنا اليوم وقفة نستطيع أن نغير الماضي، نستطيع أن نغير الماضي، نستطيع أن نمحو السيئات كلها الماضية، إذا وقفنا وقفة صدق مع الله سبحانه وتعالى. يكون إنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يغير الصحف الماضية كلها اللي كتبت تتغير، وربما تتبدل السيئات إلى حسنات، السيئات اللي عملها ربما تتبدل إلى حسنات، فبدل من أن تكون كتبت سيئات تكتب حسنات، إذا وقف الإنسان وقفة صادقة، إذا صدق لحظة، الإنسان صدق مع الله عز وجل لحظة، أي كانت لحظة صدق، فإنها تغير مجريات حياته، فيخرج من النار إلى فسيح الجنان، إلى فسيح الجنان. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأسلم أم أقاتل؟
فقال أسلم، فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا كان كافر طول حياته، قاتل لحظة قتل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري تبويب من أعجب التبويبات، قال: باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. لكن هذه كانت لحظة صدق عند هذا الرجل، صدق الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة فصدقه، لحظة الصدق مع الله عز وجل أنه راجع إلى الله. الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل على عالم فدل على راهب فقتله فأكمل به 100، لما قال: هل لي من توبة؟ قال: لا أجد لك من توبة. فقتله فأكمل به 100، ثم سأل على عالم فدل على عالم، فقال: ما يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبينما هو إلى أرض الصلاح قبض، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتنازعونه، فجاء ملك في صورة إنسان فتحاكموا إليه، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فلأيتهما كان أقرب فهو لها. فأدنى الله له أرض الصلاح، قربها له، قربها له، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى الصلاح أقرب. هذا الرجل كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى، هو لم يفعل شيء إلى الآن إلا أنه سائر إلى الله، ففي سيره إلى الله قبض، فقط لحظة صدق قد تغير مجريات حياة الإنسان. أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الموت، فبينما هو كذلك غنم المسلمون غنائم فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الأعرابي؟ فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال: هذا قسمه من الغنيمة. فلما جاء الأعرابي قالوا: هذا قسمك من الغنيمة. قال: ما هذا؟ فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسمك من الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار، في نفس المكان الذي أشار إليه. هذه لحظات صدق تغير حياة الإنسان. أتى رجل راعي غنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا رجل أسود دميم الوجه نتن الرائحة لا مال لي، يعني وجهه أسود ودميم قبيح ونتن الرائحة ولا مال له، إن أسلمت فقاتلت فقتلت أدخل الجنة؟ يعني ممكن ربنا يتقبل واحد بهذه الصفات، ما عندوش مال ونتن الرائحة ودميم وأسود الوجه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسلم فقاتل فقتل في يوم خيبر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجا ببردته فضحك، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ضحكه، قال: رأيت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه، قد غير الله سواد وجهه ونتن ريحه. قد غير الله سبحانه وتعالى سواد وجهه ونتن ريحه ودمامة وجهه، تغير هذا إلى شكل آخر. الناس أهل الجنة كلهم على صفة واحدة يوم القيامة، كلهم يكونون على صفة واحدة من الطول وملاحة الوجه ولون البشرة وغير ذلك من الأشياء، الناس جميعا يكونون على صفة واحدة، يعني أهل الجنة. الرجل يكون على هيئة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا، يكون طول الإنسان 60 ذراعا، وهذا الطول لكي يستمتع أكثر، لكي يستمتع تكون متعته أكثر بطول هذا البدن. فهذه الأشياء كما ذكرنا أن لحظة الصدق قد تغير مجريات حياة الإنسان، فالإنسان يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. نحن دخلنا الاعتكاف نعتكف، لابد أن نصدق مع الله، أننا ما دخلنا إلا لأجل الاعتكاف. ما ينبغي أن يكون هناك كثرة الكلام واللغو وغير ذلك من الأشياء، والانشغال بتحضير الطعام الكثير والأشياء واستغراق الوقت،
بعدين ناس تحوله إلى معسكر يبقى في غسل هدوم وطبيخ وكذا وكذا، فيتحول من وقت للذكر والطاعة إلى معيشة في الحياة الدنيا. هو المعتكف يريد أن ينقطع عن الناس وينقطع لله، يعني ينقطع عن الناس وينقطع لله. صحيح أنه ما يستطيع الانقطاع التام لأنه معه في المسجد، وأنه لا يجوز له الانقطاع التام لأنه لابد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى لا يحتاج إلى الخروج، فهو يصلي مع الناس. لكن هذا الاختلاط في الاعتكاف ينبغي أن يكون بقدر الحاجة، يكون هذا الاعتكاف بقدر الحاجة، قدر حاجة الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمكننا من الاعتكاف في شهر رمضان، وأن يحيينا الله سبحانه وتعالى إلى آخره، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.